أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لدراسة قرار الأمم المتحدة بشأن اتفاق هدنة لمدة 30 يوما في سوريا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مخاوف موسكو من أن يكون هدف مشروع القرار هو كيل الاتهامات إلى دمشق وحماية المسلحين. أكد لافروف أن موسكو عرضت على المسلحين الخروج من الغوطة الشرقية، لكن جبهة النصرة رفضت العرض. وكان الكريملين أعلن أن روسيا ليست مسؤولة عن الوضع في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن من يدعمون الإرهابيين هم المسؤولون عن الأوضاع الحالية.